يا مساء الفل على كل اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لقمه مهنيه. النهارده اليوم اللي بنعمل فيه البواقي. يعني ايه بنعمل بواقي؟ يعني بنشوف طول الاسبوع طبخنا ايه، ايه اللي متبقي عندنا في الثلاجه، ايه الحاجات اللي كمياتها صغيره وعايزين نعيد استخدامها تاني ونعمل بيها سفره جديده. النهارده هعمل لحضراتكم ان شاء الله رقبه. كان متبقي، كنا عاملين رقبه في الاسبوع اللي فات، فهاخد قطعه من لحمه الرقبه وهعمل بيها طاجن فريك بالخضار. فهيبقى عندنا طاجن فريك بالخضار والرقبه. هعمل لحضراتكم تاني كمان نجرسكو، عندنا بواقي فراخ، قطع فراخ مش كتيره، هنستخدمها ونشوف ازاي نحيي تاني الفراخ، ازاي نطلع طعمها مره تانيه، وازاي نعمل منها طبق جديد. هنعمل النهارده نجرسكو من بواقي الفراخ. هعمل لحضراتكم كمان ام علي، هعمل ام علي من الرقاق. مش هستخدم الملفي، مش هستخدم عجينه الملفي، هستخدم الرقاق، رقاق متكسر. لو عندكم رقاق واتكسر منكم او رقاق مش عارفين تستخدموه ازاي، نقدر نستخدمه ونعمل منه ام علي. كل ده هنعرفه بالتفاصيل، هنعرف ده بالوصفات، بطريقه العمل، كل ده هنعرفه بعد ما نرجع لحضراتكم من الفاصل. استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. رجعنا من الفاصل عشان نشوف ازاي هنوظف البواقي اللي موجوده في الثلاجه، اللي اتبقى منها قطع مش كبيره، قطع صغيره مش عايزين ناكلها بنفس الشكل ونفس الطعم مره تانية. ازاي هنتحايل على الموضوع ده؟ ازاي هناخد البواقي البسيطه، ازاي هنستخدمها مره تانية ونعيد احيائها وننكهها، نديها نكهات تانية مختلفه علشان نعرف نستخدمها ونعمل بيها سفره جديده من بواقي الاكل. دي طريقه لطيفه جدا في ان حضراتكم تستخدموا الاكل. في ناس كتير ما بتحبش تاكل تدوق بواقي الاكل، انا في ناس كتير من صحابي بيعملوا كده، ما بيحبش يدوق بواقي الاكل. فعلشان كده احنا هنعيد احياء بقيه الاكل دي مره تانية، هنديها طعم جديد، هنديها شكل جديد. ده اللي هنعمله النهارده. يلا ابتدي مع حضراتكم اولا بمقادير النجرسكو، هقولها لحضراتكم وبعدين نخش على طول على طبختها. يلا المكرونه النجرسكو، هنجيب مكرونه شرايط نسلقها، بواقي فراخ الموجوده في الثلاجه سواء بواقي صدور او بواقي وراك، 5 معالق زبده، لتر لبن، جوزة الطيب، قرفه، بصله مفرومه، مشروم فريش. المشروم ده اختياري، في ناس ما بتحبش المشروم ممكن ما تحطوهوش في الوصفه دي. جبن مشكله اللي موجود عندنا في البيت، زائد دقيق. كل ده او هو ده بس اللي احنا هنستخدمه في الوصفه دي علشان نطلع طعم حلو من بواقي اكل. تعالوا بقى اقول لحضراتكم هنعمل ايه. انا مسخن هنا على النار طاستين، طاسه هعمل فيها البشاميل بتاع النجرسكو، والطاسه الثانيه دي اللي انا هعيد فيها احياء الفراخ مره ثانيه. تعالوا بقى اوري حضراتكم هعمل ايه بالظبط. يلا بينا. هجيب بواقي الفراخ وهجيب هنا معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت، او معلقه من الزبده ومعلقه من الزيت على حسب المتوفر عندكم. لو ما عندكوش زبده اصلا خالص ممكن تستخدموا زيت بس. هنزل هنا الزبده وهي بتسيح هنزل عليها بالزيت. الزيت مع الزبده بيساعد في ان هي ما تتحرقش، وكمان بيخلي لونها زي ما هو، ما بيخليهاش تسود، بيخليها لونها اصفر زي ما حضراتكم شايفين كده. حلو جدا. طيب هعمل انا ايه دلوقتي؟ هقلب الزبده عشان تغطي كل الطاسه كويس جدا. ابتدي انزل الفراخ، بواقي الفراخ الموجوده، وهعلي درجه الحراره، اتاكد درجه الحراره كويسه وعاليه. تمام، حلو جدا. دلوقتي هتبل بالملح والفلفل خفيف، فلفل اسود، وبعدين هجيب شويه من جوزة الطيب، حبه كده مش كتير، وهقلب هنا الفراخ مع الزبده ومعلقه من الزيت مع جوزة الطيب، ونقلب. حاضر يا حبيبي، نقلب ونستمر في التقليب. طيب هل ده كافي؟ لا، انا عايز ازود النكهه كمان، مش عايز بس تبقى فراخ طعمها جوزة الطيب بس وشويه زبده، لا. فممكن دلوقتي احط شويه من البصل، وهحط مشروم، ده مشروم فريش متقطع. حلو جدا. تمام، هقلب تقليبة. عايز أدبل البصل وعايز أدبل المشروم الاتنين مع بعض.
بدأت دلوقتي بقى أشم ريحة مختلفة تماما عن ريحة الفراخ المسلوقة. ريحة اختلفت يعني كمان الطعم اختلف. شايفين مفيش زيت في الطاسة خالص، ده معناه إن أنا حاطط كمية من الدهون مش كبيرة، مخلية إن الطاسة تحت مش مفيهاش زيت كتير. ده بالنسبة لي كويس جدا برضه. هقلب واستمر في التقليب. هسيب ده كده شوية على النار يدبل مع بعضه كده، والبصل يدبل شوية والمشروم يدبل. على ما ده يحصل هكون جيت هنا حطيت طاسة على النار، هعمل فيها الصوص الأبيض اللي هيتحط على النجرسكو. يلا نشوف هعمل ده ازاي بالظبط. هاجي هنا وهجيب المضرب، هنزل الزبدة. أنا كنت موطي درجة الحرارة علشان الزبدة لما أحطها في الطاسة ما تلونش، تحافظ على لونها الأصفر. فهعمل إيه؟ أول ما الزبدة تسيح هعلي درجة الحرارة مرة تانية، بس طبعاً هحط لها دقيق. نقلب نسيح بس الزبدة سريعاً سريعاً. دلوقتي ممكن أعلي درجة الحرارة، تمام. الزبدة تقريباً ساحت، فاضي حتة صغيرة هنا كده، الزبدة كلها ساحت خلاص. بعد ما الزبدة ساحت هحط الدقيق وهقلب. هقلب لغاية ما أعمل كده إيه، خلطة من الدقيق والزبدة، بس طبعا هي تقيلة شوية. فهعمل إيه؟ هستخدم الزيت، هستخدم الزيت في إن أنا أخفف القوام بتاعها شوية. هحط الزيت وهقلب وهتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب. ده بنقول عليه في المطبخ رو. رو اللي هو الخليط من الزبدة والدقيق أو الدهون والدقيق، يعني ممكن يتحط زبدة أو يتحط زيت على حسب ما حضراتكم بتحبوا الأكل. طيب هقلب الفراخ تقليبة سريعة وبعد كده هرجع أقلب الرو. احنا مع حضراتكم من دلوقتي ولمدة ساعة لربع تقريبا على الهواء، على الهواء مباشرة. تقدروا تشرفونا باتصالاتكم، تقدروا تتابعونا من خلال الأرقام الهاتفية اللي ظاهرة عند حضراتكم على الشاشة، أو من خلال صفحتنا على فيسبوك لقمة هنية. طيب أنا دلوقتي كده خلاص قلبت وخليت الرو تقيل وحلو وجميل. طيب هعمل إيه دلوقتي؟ هروح واخد شوية من اللبن وابتدي أنزل شوية شوية وأقلب. ليه شوية شوية؟ علشان أساعد في إن الرو يدوب، عايز الرو يدوب. نزود لبن كمان ونقلب. الفراخ ريحتها طلعت، ريحتها حلوة جدا. وبعدين هحط بقية كمية اللبن، وبعد ما أحط بقية كمية اللبن هقلب لغاية ما أتأكد إن مفيش كتل. هعمل إيه تاني؟ هحط شوية من جوزة الطيب. هيغمق لون البشاميل شوية، مش مهم، المهم طعمه هيبقى حلو جدا. طيب هاجي هنا هقلب الفراخ مرة تانية. الفراخ مع المشروم مع البصل بقلبهم مع بعض، هما دول حشوة النجرسكو اللي أنا بعملها. طيب قلبت وبقى زي الفل. هرجع هنا تاني أقلب. بدأت تدوب، بدأ القوام بتاعها يتقل سنة، لازم تتقل وتبقى في النهاية القوام بتاعها حلو. نقلب الفراخ مرة كمان. الفراخ بالنسبة لي كده خلاص، مش عايز أكتر من كده. المشروم دبل والبصل كمان دبل. هعمل إيه؟ هجيب طبق وأنزل فيه الفراخ اللي أنا سويتها. يلا بينا هننزل هنا الفراخ. دي فراخ إحنا سويناها خلاص، إديناها بصل مشروم وجوز الطيب زي الفل. حلو جدا، رجع لورا. هاجي هنا للبشاميل مرة تانية، هقلب فيه عشان قوامه يبقى حلو، مش عايزه مكتل خالص. هنقلب ونستمر في التقليب. التقليب مع درجة الحرارة هو اللي بيخلي قوام البشاميل حلو. طيب هعمل ايه تاني بعد ما القوام يتظبط؟ اللي انا هعمله ان انا بقى هاخد شويه من المكرونه
وهقلب فيها شويه من البشاميل، وبعدين احطها طبقه، وبعدين اجيب الفراخ اللي انا سويتها، الفراخ اللي احنا عملنا لها عمليه اعاده احياء، جبنا الفراخ شوحناها مع البصل والمشروم، هحطها طبقه في النص، وبعدين احط شويه مكرونه تاني، وفي النهايه هروح واخد الخلطه دي، هروح واخد الخليط ده واروح مدخله في الفرن بعد ما احط عليه الجبنه. طب ايه نوع الجبنه المناسب هنا؟ عايز حضراتكم تستخدموا بواقي الجبنه اللي موجوده عندكم، يعني شوفوا ايه من الجبن موجود عندكم في البيت متبقي منه شويه، حتى لو كان كذا نوع على بعض مش هيحصل اي مشكله، ناخد كذا نوع من انواع الجبن ونخلطهم مع بعض. انا خلصت البشاميل خلاص، هطلع بيه من على النار، شايفين قوامه تقيل ما فيهوش كتل وزي الفل كده، بالنسبه لي حلو جدا. هعمل ايه؟ هاخد بقى دلوقتي الخليط ده واقلبه مع شويه من المكرونه، هجيب بوله ونجيب ماسك او حاجه، واخد شويه هنا من المكرونه قد مثلا 3 ارباع المكرونه، حلو، واروح جايب البشاميل هقلبه تقليبه وبعدين اصب شويه، حلو كده جدا، وبعدين اجي اقلب هنا، هقلب الخليط ده مع بعضه مع المكرونه، احنا النهارده عاملين بشاميل تقيل شويه، حلو. وبعد كده هروح جايب الطاجن اللي انا هعمل فيه النجرسكو، واروح منزل المكرونه دي، المكرونه التقيله، وبعدين افردها بعد ما افردها هنزل عليها الفراخ، الفراخ اللي احنا سويناها مع البصل والمشروم، وصفه سهله جدا سريعه جدا، ما تاخدش وقت ما تاخدش مجهود، وطعمها مضمون، تقدروا تعملوها بكل سهوله وكل بساطه، حلو جدا. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بقى كميه من المكرونه تاني، هرجعها بقى هنا ورا، اجيب شويه مكرونه كمان وهنزل بيها هنا. طيب ناخد الكميه كلها، يلا بينا. وبعدين شويه من البشاميل هلفه لفه كده، وبعدين هنزل بشويه من البشاميل واسيب شويه بقى للاخر للسطح زي ما هوري حضراتكم دلوقتي حالا. طيب نعمل ايه؟ نقلب المكرونه الشرايط مع البشاميل التقيل. يا باشمهندس احمد اهلا وسهلا بحضرتك. الو الو، ازيك يا باشمهندس احمد؟ اهلا اهلا استاذ شريف، ازي حضرتك يا شيف؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، منورنا. كنت عايز بس بعد اذنك طبعا المنيو بتاع الكشري تاني بعد اذن حضرتك. حاضر، من عينيا، احنا عملناه من فتره فعلا وهننزله. أيوة حضرتك على الشاشه تقريبا. من عينيا الاثنين. طب قول لي في حاجه تانية تحب نعملها لك؟ في وصفات اخرى بتحبها؟ ربنا يخليك، انت مش مستخلينا عايزين حاجه بصراحه. طيب يعني ربنا يخليك. ايه رايك في المكرونه اللي بنعملها النهارده؟ جميله. طيب. جميله. طيب ربنا يخليك، انا بتابع حضرتك على طول والله. طيب ده انت منورنا والله بجد. هنزل لحضرتك ان شاء الله الكشري على الشاشه دلوقتي من عينيا الاثنين. طيب خلاص نزلت خلاص المكرونه، بقيت المكرونه هفردها بالشكل ده، وبعدين هجيب بقيه البشاميل بعد ما اديه ضربه كمان، بشاميل تقيل، وهاجي انزل البشاميل اللي هنا، اجيب معلقه عشان انزل بيها بسهوله، البشاميل التقيل مش هيسقط تحت، هيفضل عامل طبقه، هتشوفوا حضراتكم بعد ما تطلع من الفرن شكلها عامل ازاي بالظبط. نزلنا هنا خلاص البشاميل، هنفرد البشاميل بالشكل ده، بعد ما هنفرد البشاميل هنحط. يا استاذ مختار اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيف؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله، انا بحب حضرتك او بحب البرنامج بتاعك. ربنا يخليك، انت منورنا النهارده والله. الله يخليك. قول لي ايه انواع الاكل اللي انت بتحبها؟ انا بس عاوز اعرف طريقه البيتزا الايطالي. البيتزا الايطالي، احنا عملنا البيتزا الايطالي بالظبط من اسبوع او من 10 ايام. تحب ننزل لك مقاديرها على الشاشه؟ ايوه يا ريت. من عينيا الاثنين. في حاجه ثانيه تحبها؟ احب اهدي النهارده هديه لوالدتي، عيد ميلادها النهارده.
يا كل سنه وهي طيبه، واحنا كمان بنقول لها كل سنه وحضرتك طيبه، ربنا يخليها لك يا رب ويخليك ليها. شكرا. طيب انا كده خلاص حطيت مقادير اللازانيا كلها، عملت طبقه من المكرونه بالبشاميل تحت، عملت كمان طبقه من الفراخ اللي احنا قعدنا احيائها مره ثانيه. دلوقتي اللي فاضل ان انا احط شويه من الجبنه، دي جبن مشكله، جبن مشكله من الجبن اللي موجوده في البيت. طيب هجيب كده اهوت احط الجبنه، حطيت كميه الجبنه كلها، هفردهم وهدخلها الفرن. المكونات اللي في الوصفه دي كلها مكونات مستويه، ده معناه ان احنا في الفرن محتاجين ناخد لون، ومحتاجين بس ان المكونات تمتزج مع بعض، مش محتاجين اكتر من كده. فانا دلوقتي كده خلاص جاهز، هاخد الطاجن او البايركس الازاز واحطه في الفرن. يلا بينا نعمل كده. شايفين الموضوع سهل جدا وبسيط، ما خدش وقت، واستخدمنا فيه بواقي اكل، بواقي فراخ كانت موجوده في البيت، قطعتين مشروم كانوا موجودين برضو في البيت، ما عملناش مجهود علشان نعمل وصفه من بواقي الاكل. طيب دلوقتي هناخد فاصل، حاضر من عينيا، هناخد دلوقتي فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية نشوف الرقبه بالفريك والخضروات عامله ازاي، ونشوف ام علي هتتعمل ازاي بالظبط. استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل بعد ما كنا حطينا النجرسكو اللي احنا استخدمنا فيها بواقي الفراخ، حطيناها في الفرن. دلوقتي هنشوف مع بعض، عندنا بواقي من طاجن رقبه عملناه الاسبوع اللي فات، في قطعتين ثلاثه من الرقبه، ازاي هنستخدمهم مره ثانيه؟ ازاي لو عندنا جزء من اللحمه قديم موجود في الثلاجه، ازاي نعيد احيائه؟ ازاي نستخدمه مره ثانيه في وصفه ثانيه جديده خالص؟ طيب انا دلوقتي عندي اللحمه اهي، هقول لكم بس مقاديرها وبعدين هخش على طول على الطبخ. مقادير طاجن الفريك بالخضار والرقبه، بواقي الرقبه، كوبايتين فريك يكونوا منقوعين، بصلتين مفرومين، نص كوبايه سمنه، كرفس مفروم بالسكينه، خضروات مشكله، مرقه، وبواقي الرقبه. المقادير مش كتير، مفيش زحمه، لو حضراتكم بصيتوا على المقادير كده 1 2 3 4 5 6، ست اصناف بس، ست اصناف بس هيطلعوا طبق طعمه حلو، مش عايزين نزود المكونات، مش لازم نحط 50,000 مكون علشان يطلع الاكل طعمه حلو، لا، طريقه الطبخ، طريقه الطهي بتاعه، الاختيار الجيد للمكونات اللي لايقه على بعض، ده هيطلع طعم حلو جدا من غير ما نزود او نكتر قوي الحاجات اللي احنا بنستخدمها. طيب انا دلوقتي هجيب اللحمه، وانا هنا بسخن حله على النار، بسخنها دلوقتي، هروح جايب بواقي اللحمه، بواقي من رقبه كنا عاملينها الاسبوع اللي فات، فيها حته عظم في النص اهي، هاخد بالسكينه هنضف بقى، هاخد قطع كده من اللحمه. علشان نقدر نستخدم بواقي الاكل في الطبخ، مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نحفظ الاطعمه المختلفه. يعني لو عندنا مثلا طبخه كنا طبخينها، عاملين شويه مثلا طاجن باميه كده حلو باللحمه، ولا عاملين شويه فراخ مثلا مشويين، طريقه الحفظ مهمه جدا علشان تدينا حريه اعاده استخدام الاكل ده مره ثانيه. لان احنا لو مش حافظينه بشكل كويس هنيجي نستخدمه بعد كده هنلاقيه بايظ، مش هنلاقيه كويس. فنعمل ايه؟ الطواجن اللي احنا مسوينها قبل كده عشان نحفظها، عشان ينفع نحطها في الثلاجه، لازم نغليها، لازم تاخد غلوه. طب احنا ليه بنغلي؟ احنا بنغلي علشان البكتيريا تموت اللي موجوده في الاكل، علشان نقدر نحطها في الثلاجه ونرجع نستخدمها مره ثانيه. طيب انا دلوقتي باخد قطع اللحمه اللي ينفع تتاخد البعيده عن العظم، طب بقيت بقى القطع اللي هي قريبه من العظم دي هنعمل فيها ايه؟ دي بقى احنا هنمصمصها مش هنرميها برضه، يعني بعد الحلقه كده هناخدها كده على رواقه ونفصصها، هنمصمصها. قول يا حبيبي تاني. من عينيا، اهي العظمه اهي، انا خدت منها قطع من اللحمه، حلو؟ القطع اللي انا خدتها دي بعيده عن العظم، في حتت بقى لحم تاني زي ما حضراتكم شايفين كده قريبه من العظم، مش هعرف اقطعها بالسكينه. دي انا هعمل فيها ايه؟ دي هنمصمصها. بالظبط. يلا بينا. طيب تعالوا بقى ناخد كمان قطعه من الرقبه. بقطعها قطع تساعدني في ان انا اطبخها بشكل اسهل واسرع. يا اهلا وسهلا يا استاذه دينا. الو، ازي حضرتك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ منورانا بالاتصال بتاعك. ربنا يخليك. ايه اخبارك؟ تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. قولي لي ايه انواع الاكل اللي انت بتحبيها؟ بتحبي اكل مصري ولا اكل غربي ولا ايه بالظبط؟
انا كنت عايزه اسال بس على طريقه البشاميل. طريقه البشاميل؟ اه. طب احنا لسه عاملينه حالا دلوقتي قدام حضرتك، ممكن اقول لك عليه؟ طيب انت ممكن تعيدها تاني؟ اه اقول لك الطريقه مره تانية بتاعت البشاميل. حاضر من عينيا. بصي يا ستي، احنا دلوقتي علشان نعمل بشاميل حلو احنا جبنا زبده ودقيق قد بعض، جبنا شويه زبده وشويه دقيق، يعني جبنا 5 معالق زبده وخمس معالق دقيق. حلو. بعد ما جبنا الزبده والدقيق حبيبي، بعد ما جبنا الزبده والدقيق سيحنا الزبده على النار، وبعدين لما الزبده ساحت من غير ما تلون عشان البشاميل يفضل لونه ابيض، مش عايزين البشاميل يبقى لونه بني. بعد ما الزبده ساحت واطمنا ان هي ساحت، رحنا جايبين الدقيق حطيناه على الزبده وقلبنا بالمضرب اليدوي لغايه ما عملوا عجينه خفيفه. العجينه الخفيفه دي هتنزلي عليها باللبن، وبعدين تديها التوابل اللي انت بتحبيها. انا حطيت ايه؟ انا حطيت ملح وفلفل وحطيت جوز الطيب بس، بالنسبه لي ده بشاميل طعمه حلو جدا. لو انت بقى عايز تحطي بهارات تانية ممكن تحطي حبهان، لو انت حابه الحبهان ممكن تحطي قرفه لو بتحبي القرفه، ممكن تحطي قرنفل لو بتحبي القرنفل، زي ما انت حابه. بس الاساس بتاعه هو زبده ودقيق ولبن، زبده قد الدقيق، وبعد كده تنزلي باللبن وتقلبي لغايه ما القوام يبقى حلو. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ يلا بينا ننزل السمنه في الحله ونديها تقليبه حلوه كده، نسيحها. بعد ما نسيح السمنه هنحط البصل يتشوح، وبعدين هحط الكرفس. يبقى حطيت سمنه، حطيت بصل يتشوح، وحطيت كرفس. هتبل بقى، هاخد شويه ملح وشويه فلفل واقلب تقليبه. تبلت انا دلوقتي. عايز اوريكوا حاجه لو عملتوها طعم الاكل هيبقى خطير. ايه بقى هي الحاجه دي؟ لو انتوا بتستخدموا مرقه، سواء كانت مرقه خضار، مرقه لحمه، مرقه سمك، وجبتوا مكعب من المرقه وبعدين فركتوه في الحله مع التشويح بالشكل ده وانتوا بتشوحوا، مش بس تفضوه في ميه، لا وانتوا بتشوحوا كده، وتبتدوا تدوبوه مع السمنه والبصل اللي بيتحمر والكرفس اللي بيتحمر، هيخلي طعم الاكل طعم جدا، هيخلي طعمه احلى بكتير جدا من الطعم اللي انتم متعودين عليه. طيب انا دلوقتي قلبت خلاص وحطيت البصل وحطيت الكرفس، اتشوحوا كويس جدا جدا. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي انا هصحي اللحمه مره تانيه، هخلي اللحمه ترجع مره تانيه للحياه. هروح منزل قطع اللحمه، قطع الرقبه في الحله. بعد ما حطيت ايه في الحله؟ حطيت سمنه، شوحت البصل، بعد ما شوحت البصل حطيت الكرفس، وبعدين حطيت مكعب من المرقه في السمنه، خليته يسيح ويدوب في السمنه، ودلوقتي بحط اللحمه وادوبها. انا رجعت تاني اشم ريحه اللحمه الضاني، رجعت تاني اشم اللحمه ريحتها عامله ازاي. هقلب واطمن ان كل قطع اللحمة اتشوحت أو بتتشوح على النار في الخلطة الجميلة اللي أنا حطيتها دي. حلو جدا كده، ريحة طلعت، ريحة حلوة جدا. اطمنت ان انا اللحمة ما بقاش طعمها لحمة بايتة، بقت طعمها لحمة كأنها لسه معمولة النهاردة، ده يمكن كمان يبقى طعمها أحلى من اللحمة الفريش. هعمل ايه؟ هجيب فريك انا نقعه من قبل كده، اروح جايب الفريك ده اروح حاطه في الحلة، بحطه على اللحمة اللي انا كنت بشوحها، وهاجي هنا هقلب تقليبة. يا استاذة مها ازاي حضرتك؟ الحمد لله كويس. عاملة ايه؟ الحمد لله. منورانا. ده بنورك. ربنا يخليك. ايه اخبارك؟ طمنيني عليكي. الحمد لله. مين معايا؟ شريف عفيفي. مين؟ شريف، شريف عفيفي. الشيف؟ ايوه ايوه. اهلا بحضرتك. كويس الحمد لله تمام. عايز اشكرك على الاكل الجميل. تسلمي تسلمي لي. تسلمي ذوقك. انا يعني انا ما اتفرجتش على طريقه المكرونه البشاميل انت عملتها من الاول. اه ما شفتيش المكرونه البشاميل اللي احنا عملناها النهارده ولا عملناها امتى؟ النهارده اللي انت بتعملها دلوقتي. طيب هقول لك، بصي هي دي مش مكرونه بشاميل، هي دي نجريسكو. ايه الفرق ما بينها وما بين المكرونه بشاميل؟ ان هي فيها مشروم وفيها فراخ، ما فيهاش لحمه مفرومه. المكرونه بشاميل اللي احنا متعودين نعملها في مصر بيبقى فيها بولونيز، هي اللحمه المفرومه المتعصجه.
فاللي انا عملته النهارده كان نجريسكو، كان معمول بالفراخ. اقول لك عملناها ازاي. بصي، كان عندنا شويه بواقي فراخ، بواقي الفراخ دي قطعناها شوحناها على النار مع شويه بصل، وحطينا مشروم وحطينا ملح وفلفل. حلو. حطينا كمان رشه جوز الطيب صغيره، ممكن توطي التلفزيون شويه. بعد ما شوحناها كويس كنا بنعمل بشاميل. عملناه ازاي؟ سخنا زبده مع دقيق، قلبناهم لغايه ما بقوا عجينه خفيفه، حطينا عليهم لبن وشويه جوز الطيب، قلبنا كويس لغايه ما تقل. بعد كده قلبنا المكرونه المستويه مع شويه من البشاميل، فردناهم في الطاسه او فردناهم في البايركس او في الطاجن، وبعدين حطينا الفراخ المستويه مع المشروم، حطينا طبقه ثانيه من المكرونه المتقلبه مع البشاميل، وبعد كده حطينا فوق بشاميل. خليني ابص عليها في الفرن وانا بتكلم معاكي. حطينا بشاميل ثاني، بقت حلوه جدا. حظك حلو عشان تشوفيها واحنا بنطلعها. حطيت بشاميل. انا شفتها وانت بتحط ال، شفتي بقى؟ ودخلتها الفرن. طيب حلو. حطينا بعد كده طبقه ثانيه من البشاميل، وبعدين رحنا حاطين شويه جبن. ايه الجبن اللي حطيناها؟ حطينا الجبن المتبقيه عندنا في البيت. يعني انا شفت ايه الجبن اللي موجود هنا؟ لقيت ان انا عندي شويه جبنه رومي وشويه جبنه شيدر وشويه جبنه موتزاريلا. رحت حاطط الجبن دي على بعض كده ومقلبها تقليبه محترمه، وبعدين رحت حاططها وطلعت بالشكل اللي انت هتشوفيه حالا دلوقتي. طيب دي كانت وصفه النجريسكو. في حاجه تانية عايزاني نعملها لك في الفتره القادمه؟ كنت عايزه اسال حاجه. كنت بعمل مكرونه بالباكيتي بالقوطه تمام، والطماطم بسلطه الطماطم بس لما بحط الجبنه الموتزاريلا بس كانت بتسيح. بتسيح ولا مش بتسيح؟ مش بتسيح. وانت بتحطيها بتبقى مجمده ولا بتبقى عامله ازاي؟ كنت ببقى لسه مطلعاها من الفريزر، بتبقى جامده كده وبفكها بايديا. حلو. وبحطها. سؤال تاني. وانتي بتحطيها سؤال تاني، وانتي بتحطيها بتبقى كتل ولا بتبقى دايبه شويه؟ لا بتبقى قطع كده، قطع صغيره. قلت هتبقى كتير مع السخونيه. اقول لك بقى على فكره حلوه جدا، خدي الحته دي لطيفه جدا. هاتي مبشره اللي انت بتبشري بيها البصل، تمام؟ ولما تطلعي الجبنه الموتزاريلا من الفريزر هاتي المبشره وبشري الجبنه وهي مجمده. وهي مجمده ابشريها، هتطلع لك جبنه مبشوره. الجبنه دي هتسيح بسرعه جدا، بسهوله جدا، لكن لو حطيتيها قطع صغيره لازقه في بعض مش هتسيح. انا كده مبشره وابشرها وهتسيح بالظبط. ابشريها وهتلاقي الدنيا زي الفل. انت نورتينا باتصالك والله. طيب انا عملت ايه؟ انا دلوقتي خلاص شوحت اللحمه، انا بعمل طاجن من بواقي رقبه. فعملت ايه؟ شوحت اول حاجه عملتها حطيت السمنه، شوحت البصل، شوحت الكرفس وبعدين حطيت مكعب من المرقه، دوبته في السمنه عشان يبقى ريحته حلوه وطعمه حلو، وبعدين حطيت اللحمه قلبتها كويس. بعد ما قلبت اللحمه كويس رحت نازل على طول بالفريك وحطيت مرقه. دلوقتي بتاخد غلوه على النار، هحط لها الخضار بس مش دلوقتي، هسيبها شويه كده على النار، هوطي لها درجه الحراره عشان الفريك يستوي على راحته، وبعدين هروح اوري حضراتكم ام علي هنعملها ازاي من الرقاق، وهرجع تاني احط الخضار واشوف اخبار الطاجن ده ايه، اخبار يعني الوصفه دي. طيب يلا بينا، تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى هنا. هقول لحضراتكم المقادير ونخش على طول على الام علي. يلا بينا. ام علي النهارده هعملها لحضراتكم مختلفه شويه، مش هستخدم عجينه الميلفي، مش هستخدم عجينه الباف بيستري، هستخدم النهارده ولا هحط عيش ولا هحط كرواسون ولا الحاجات دي كلها. كل اللي انا هحطه هو رقاق متبقي عندي من وصفات ثانيه، او الرقاق المتكسر، بقيه الرقاق اللي انا مثلا بعمله. لو انا بعمل صينيه رقاق وبستخدم لفه رقاق كامله بيتكسر منها شويه، الشويه اللي اتكسروا دول انا هستخدمهم ان انا هعمل بيهم ام علي. طيب يلا بينا نعمل كده. هقول لحضراتكم المقادير بسيطه جدا برده سهله. 3 معالق سمنه، رقاق متكسر او بواقي رقاق، لبن، قشطه، جوز الطيب، زبيب، ومكسرات مشكله. المكسرات المشكله دي اختياريه، حضراتكم تقدروا تحطوا المكسرات اللي انتوا بتحبوها. يعني انتوا مش محتاجين تحطوا نوع معين من المكسرات. يعني لو عندكم سوداني حطوا سوداني، عندكم لوز حطوا، عندكم بندق تمام، ما عندكوش حاجه غير السوداني حطوا سوداني بس، لو ما عندكوش حاجه خالص حطوا زبيب بس، الموضوع مش اجباري، براحتكم. طيب هنا الفريك تمام زي الفل ماشي كويس. نشوف له كده غطا يكون مناسب، تمام هو ده الغطا بتاعه. انا بس ههدي عليه النار شويه مش هحط له الخضار دلوقتي. انا عملت ايه هنا؟ انا جيت هنا سخنت الكاسروله. ليه بقى؟ عشان عايز احط فيها اللبن يسخن. يلا نعمل كده. هاجي هنا هحط اللبن يسخن. حلو جدا. نجيب بقى شويه، نجيب معلقه
وهاجي انا بقى عايز اعمل حاجه حلوه جدا انا بحبها، عايز اسخن او احط الزبيب في اللبن اللي بيسخن. طب انا ليه هعمل كده؟ لما بحط الزبيب في اللبن، الزبيب ده اصلا عباره عن عنب مجفف، لما بحطه في سائل مره تانية، خاصه بقى كمان لو كان سائل سخن، بيعيد اكتساب شويه من الميه، فتلاقي ان الزبيب في الميه او في اللبن او في السائل بيرجع ينفش مره تانية. ده بالنسبه لي حلو جدا، طعمه بيبقى حلو جدا. فانا حطيت الزبيب. طيب هعمل ايه؟ هقلب كده تقليبه، هحط بقى شويه من جوز الهند. يبقى انا في اللبن نفسه بحط الزبيب وجوز الهند. طب انا ليه بحط جوز الهند هنا؟ انا بحط الهند علشان اللبن وهو بيسخن هيخلي طعم جوز الهند يبقى قوي، لان اللبن هيسخن في وجود جوز الهند وفي وجود الزبيب، ده هيخلي فيه طعم حلو جدا لجوز الهند. مش بس هيبقى فيه جوز هند فوق طاجن ام علي، لا، هيبقى فيه كمان جوز هند جوه اللبن اللي بيسخن، فده هيدي طعم حلو جدا. انا متاكد ان هو هيعجب حضراتكم ان شاء الله. طيب هنقلب تقليبه كده كويسه لطيفه، حالا حاضر. لازم اللبن يسخن كويس علشان لما احطه على رقاق يبوش الرقاق شويه، فلما يبوش الرقاق، الرقاق ما يبقاش واخد حجم كبير، ما يبقاش واخد كثافه كبيره، يبوش وينزل عشان اقدر احط عليه بقيه المكسرات بقى وبقيه الحاجات اللي انا هوريها لحضراتكم. بس عشان نعمل كل ده هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، يكون اللبن سخن. استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. رجعنا من الفاصل بعد ما كنا حطينا اللبن يسخن على النار، وقلنا ان احنا نحط فيه جوز الهند المبشور، وهحط فيه الزبيب عشان الزبيب حجمه يزيد شويه ويشرب شويه من اللبن، وعشان جوز الهند يدي طعم حلو للبن. انا دلوقتي لما بشم شامم ريحه جوز هند، فده معناه ان جوز الهند بدا ينزل طعمه جوه اللبن، ده كويس جدا. اللبن بدا يسخن وده برده لطيف جدا. هعمل ايه؟ اروح جايب بقى الرقاق واجي هنا وابتدي احط رقاق في الطاجن. هضغط عليه ضغطه خفيفه عشان ياخد بقيه الكميه، واحط بقيه كميه الرقاق كمان، وهضغط ضغطه كمان خفيفه كده. احاول بس اوزعه كويس، اطمن ان هو متوزع بشكل كويس عشان يبقى شكل عشان يبقى شكل الطاجن مظبوط. اللبن فار بس احنا لحقناه بسرعه قبل ما يفقد كميه منه. هروح واخد اللبن وهحط اللبن هنا اهوت. اللبن بقى هيطري الكلام ده كله وهيعمل عمايل. طيب حطيت خلاص اللبن. اللبن مش لازم يغطي الرقاق. هروح منزل الزبيب بقى، بقيه الزبيب بالشكل ده. كده انا حطيت اللبن السخن على الرقاق، وكمان حطيت شويه من الزبيب المتبقي. طيب هعمل ايه تاني؟ هبتدي بقى احط بقيه المكونات. يلا نشوف هعمل ايه. هاجي هنا اجيب المعلقه، هفرد بقيه الزبيب ده. عشان ليه بفرده؟ عشان ما يبقاش متجمع في حته واحده، عشان واحنا بناكل سواء بناكل من هنا او من هنا، شايفين اللبن لما بدوس كده بيبان بيطلع. ده بالنسبه لي حلو جدا. طيب حلو الكلام ده. هعمل ايه بقى؟ هجيب سمنه، بصوا هي دسمه شويه بس هي طعمها خطير، متاكد طبعا كلنا بنحب ام علي. حلو. وبعد كده هجيب شويه من الزبيب تاني، جوز الهند، هفرد شويه كده. الطعم بتاعها هيبقى مش معقول، خطيره. انا لسه ما حطيتش الخضار في طاجن او في حله الفريك. ليه؟ عشان الخضار مش عايزه يستوي تسويه زائده. طيب هل الخضار ده ني؟ لا، الخضار ده
خضار متقطع نازل في ميه سخنه وطلع علشان يبتدي ان هو ما ياخدش وقت، عشان لما نسويه ما ياخدش وقت كبير في التسويه. طيب انا كده خلاص حطيت اللبن السخن على الرقاق اللي انا حاطه، كان في شويه زبيب وشويه جوز هند في اللبن عشان يطلعوا طعم حلو، بعد كده حطيت سمنه، حطيت جوز هند تاني، حطيت زبيب تاني، دلوقتي هحط القشطه. هاخد كده ايه معلقه من القشطه في كل جنب من الاجناب. جميل جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي دلوقتي احط المكسرات المشكله اللي موجوده في البيت. لو مش موجود نحط شويه سوداني، لو مفيش سوداني كفايه جدا الزبيب وكفايه جدا جوز الهند اللي احنا حاطينه. بالشكل دوت، بالشكل دوت. هات شويه بقى كده من الفستق المتبقي، حطهم هنا في النص. حلو جدا الكلام ده. هروح واخد بقى الطاجن ده هروح حاطه في الفرن، عايزين درجه حراره الفرن تبقى عاليه. تعالوا نحطه هناك احسن. طيب حلو جدا. تعالوا بقى نرجع لطاجن او لحله الفريك اللي احنا كنا بنسويها. مصر ان انا اسميها طاجن لان دايما متعودين ان احنا بناكل الفريك في الطاجن. بصوا كده بقى، بصوا هتلاقوا هنا ان الفريك قرب يستوي، فاضل شويه ميه صغيرين قوي ويبقى اتشرب تماما ويبقى استوى كويس. في المرحله دي اقدر ان انا احط الخضار. فانا دلوقتي هاجي احط الخضار هنا، حطيت الخضار. بعد ما حطيت الخضار هفرد الخضار فوق الفريك. في بس نقطة مهمة، مش عايز أقلب بقى دلوقتي عشان ما عجنش الفريك، ومش عايز الخضار يستوي تسوية زائدة، عايزه يبقى مظبوط. فأنا بس يا دوبك كده إيه هفرد بالشكل ده، وبعدين هجيب شوية من الملح، أحط شوية ملح وشوية من الفلفل الأسود لتتبيل الخضار بس، لأن كل حاجة تانية متبلة. حلو، أروح جايب الغطا مغطيها لمدة 4-5 دقايق، الخضار ما بياخدش وقت كبير في التسوية، ولو سيبناه فترة طويلة بيبقى مستوي تسوية زائدة. إيه مشكلة التسوية الزائدة دي؟ إن هو بيبقى مهري جدا، فإحنا مش عايزينه يبقى مهري. خالص خالص. تمام. الخضار دلوقتي حطيناه في الحلة بعد ما كنا سوينا الفريك، الفريك استوى مع اللحمة، مع بواقي اللحمة. بص عليه بصة. أم علي بقى دي ميزتها إيه؟ إن ممكن تتعمل مش بس ببواقي الرقاق. لو أنتوا عندكوا بواقي عيش، حتى لو العيش ده كان أنواع مختلفة، يعني أنا مرة عملنا هنا في البرنامج، مرة عملنا أم علي ببواقي العيش المختلفة، فكان عندنا شوية رغيفين عيش بلدي ورغيف فينو وشوية عيش أسمر سن وشوية عيش أبيض شامي لبناني وشوية عيش سوري، كل الكلام ده خدناه مع بعض وقطعناه وسقيناه باللبن السخن زي ما انا عملت قدام حضراتكم بالظبط في الرقاق. ده نقدر نطلع منه ام علي. فممكن في افكار كتير جدا لاعاده استخدام الاكل، لاعاده تدوير الاكل. عايز برضو اقول لحضراتكم على كام معلومه كده مهمه جدا ومفيده في البيت ممكن نستخدمها علشان نقلل الهدر، نقلل هدر الغذاء. من فتره كده كنت شغال مع اليونيسف في حاجه ليها علاقه بهدر الاكل، مش اليونيسف، الفاو، حاجه ليها علاقه بهدر الطعام، وازاي ان احنا نطلع افكار ونطلع وصفات من خلالها نقلل هدر الطعام. مش كده بس، ده بيبتدي مش من وانت في المطبخ، او مش ما بيبتديش من وانت بتستخدم المكونات اللي في الثلاجه او انت بتطبخ، من قبل كده، من وقت الشراء نفسه، ان احنا علشان نقلل الهدر محتاجين ان احنا نشتري على قدنا بالظبط، نشتري كميات مظبوطه، نشتري مش هنشتري بالكيلو، لو نقدر ما نشتريش بالكيلو يبقى كويس جدا، نشتروا بالواحده. لو انتوا بتشتروا مثلا موز او بتشتروا تفاح، اشتروا بالواحده على حسب استخدامكم، على حسب عدد افراد الاسره، تقدروا ان انتوا تشتروا على قد عدد الافراد بدل ما تشتروا كميه كبيره وتبوظ. حاجه تانية مهمه جدا، الفصل. ان كتير قوي بتحطوا في الثلاجه الطماطم مثلا مع الخيار، طماطم جنب خيار، وفي بطيخه في الثلاجه، وفي مثلا شويه مانجا. بيحصل ايه بقى؟ الطماطم مثلا على سبيل المثال بتفرز حاجه غاز اسمه الميثان. الميثان ده بيخلي الاكل اللي حوالين الطماطم يبوظ حتى لو هي مش بايظه ولا الاكل بايظ. فافصلوا ما بين المكونات، خلوا مثلا الدرج بتاع الخضار ده في كيس فيه الطماطم مقفول عليها،
كيس تاني فيه خيار مقفول عليه، لو في بطيخه برضو غلفوها بستريتش او حطوها في كيس. الفصل ده هيطول عمر المكونات في الثلاجه، هيخلي الحاجات وهي في الثلاجه ما تبوظش، ده مهم جدا برضو. طيب تعالوا كده نبص على الخضار. تمام، هبص برضو على الطاجن في الفرن اشوف ايه الاخبار. هنا بدا يتحمص، بدات تسيح. الله، من عينيا الاثنين. بدا دلوقتي المكسرات بدات تتحمص اكتر واكتر، هي اصلا متحمصه، بدات تتحمص اكتر واكتر. بدا القشطه بدات تسيح، انا كنت حاططها فكانت مكوره على بعضها كده ومتكومه، بدات تفرش، ده اللي انا محتاجه. مش محتاجها تقعد وقت طويل في الفرن، لان زي ما انتم شايفين كده لو قعدت في وقت طويل اللي هيحصل ان الفستق المطحون لونه هيغير قوي، فانا مش محتاج ده يعمل، فانا هقفلها. ماشي تمام. طيب في تليفون جالنا بس ما قدرناش ناخده، الاستاذ احمد قفل. طيب كان في سؤال بيقول احنا ليه ما حطيناش سكر على ام علي؟ انا ما حطيتش سكر ولا حطيت عسل ولا حطيت اي نوع من انواع الحاجات اللي بتدي سكريات. ليه؟ علشان انا حاطط زبيب كتير. الزبيب فيه نسبه سكر عاليه، زي ما قلت لحضراتكم الزبيب ده اصله عنب، فهو فيه سكر عالي، فيه كميه سكر زياده. فالطعم ده بالمقادير دي على بعض كده متوازن ومظبوط، بس لو احنا هنقلل الزبيب لازم نحط حاجه مسكره، ممكن نحط معلقتين عسل او نحط معلقتين سكر لو احنا بنستخدم سكر عادي. فانا ليه ما حطيتش سكر؟ عشان انا استخدمت زبيب كتير. سؤال حلو جدا، شكرا يا استاذ احمد على سؤالك. طيب انا دلوقتي هقلب زي الفل، هقلب دلوقتي خلاص الفريك مع اللحمه والخضار. انا بالنسبه لي كده ده زي الفل. هبتدي اطلع الخضار ده مسلوق نص سلقه قبل التسويه، علشان كده هقدر اغرفه على طول. هنجيب له طبق ونغرفه ونشوف شكله هيطلع ازاي بالظبط. هنغرف دلوقتي طاجن او حله الفريك زي ما انا مصر ان هي طاجن، وبعدين نروح نجيب ام علي نشوف اخبارها ايه بالظبط. انا بحب الفريك جدا لان بحس ان هو فيه تدخينه حلوه كده، بحسه مدخن كده وحلو. عارف الاكل ما خدش وقت، سريع في الصنع بتاعه، ما خدش وقت في ان احنا نعمله، وكمان طعمه هيعجب حضراتكم جدا ان شاء الله لما تجربوا الوصفه وتقولوا لنا اخبارها ايه. خلاص هعمل ايه دلوقتي؟ انا كده خلاص غرفت، خليني بقى دلوقتي اروح اجيب ام علي واطلعها. حلو جدا كده خلاص. ده طاجن ام علي بشكل جديد شويه، مختلف شويه، استخدمنا فيه، تعالوا نتكلم احنا عملنا ايه النهارده. هقول الكلامكم الاول عن ام علي. عملناه بشكل مختلف شويه، جديد شويه، استخدمنا فيه بواقي الرقاق، حطينا عليها لبن لغايه ما دابت، لغايه ما نزلت، بعد كده حطينا شويه زبيب، كنا حاطين في اللبن زبيب وجوز هند حطيناه عليه، وبعد كده حطينا قشطه وسمنه ومكسرات مشكله في النهايه، والابيض اللي حضراتكم شايفينه ده قشطه حطيناها في النهايه. عملنا لحضراتكم النجريسكو واستخدمنا بواقي الفراخ، شفنا بواقي الفراخ اللي موجوده عندنا، عملنا لها عمليه اعاده احياء، حطينا لها شويه بصل، شويه جوز الطيب، قلبناهم مع بعض، صحصحنا الفراخ مره ثانيه، عملنا بشاميل، رصينا البايركس، وبعد كده حطينا من فوق شويه من الجبنه المتبقيه عندنا في البيت، بواقي الجبن. وده طاجن الرقبه الضاني، عملناه مع خضار مشكل وعملناه مع فريك. عملناه ازاي؟ الرقبه المتبقيه قطعناها، خدنا اللحم بتاعها برضو عملنا له عمليه اعاده احياء، حطينا عليه بصل، حطينا كرفس، قلبناه كويس مع مكعب مرقه، وبعدين حطينا الفريك قلبناه قبل التسويه ما تنتهي بخمس دقائق، حطينا الخضار وقلبناه تقليبه. طبعا الخضار ده كان نص سلقه فعشان كده استوى بسرعه جدا، وقدمنا لحضراتكم الوصفات اللي انتم شفتوها دلوقتي. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم، اتمنى تكون الوصفات عجبتكم، اتمنى تجربوها وتبعتوا لنا صور التجارب بتاعتكم على صفحتنا على فيسبوك لام هنيه. اشوف حضراتكم كل يوم في نفس الميعاد ان شاء الله، اشوفكم بكره.